السلام للبيعة ولبنيها. أيها الآب القدوس، يا من أرسلت ابنك الوحيد في ملء الأزمنة فأحيانا بموته وقيامته ونفحنا بالروح القدس، روح التبني به ندعوك أبانا، أهلنا عشية أحد العنصرة يوم تذكار حلول روحك القدوس على التلاميذ الأطهار في العلية، أن نعيد لك بالفرح والقداسة، واملأنا من روحك القدوس فنشيد لك بالمزامير والتسابيح الروحية، ونشكرك كل حين على كل ما صنعت إلينا وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم واعضدنا. يا ربنا يسوع المسيح، امنحنا البر الذي لا وصمة عليه يوم حلول روحك المعزي الموعود، فإذا اقتبلنا مواهبه السماوية نطرح الإنسان العتيق كله، ونصبح لعظمتك المجيدة مساكن طاهرة ومقرا للاهوتك، ونسير بالأعمال الصالحة طوال حياتنا، فنحمل اسمك بين الشعوب أيها الحي المالك مع الآب والروح القدس إلى الأبد. يا برج الرسل الأطهار، قد نالوا وعد الرب، نالوا الروح شبه النار للأنور والحب، راحوا ردوا للحق كل الأطهار للروح والنار. يوحنا أعطى الغسل بالماء في الأردن، يسوع أعطى الرسل حق روح الثمن، باسم الآب والابن الروح القدوس، قدوس قدوس. ندعوك يا روح الله أن عش روح المؤمن، أنت عربون الحياة ميراث الوعد الآن، فينا جدد وملأنا حبا رجاء من طعم السماء. اليوم يبتهج أشعيا النبي، ومعه يطرب حصقيال وداود الملك، قال أشعيا: على ذريتك أفيد روحي، وحسقيال:
قلبا جديدا أخلق فيهم. وداود أعلمتك الطريق الذي تسلك إلى الشعوب فتبشرهم بالخلاص. ويؤيد النبي قد رمز بنبوءته إلى هذا اليوم يوم موهبة الروح القدس. لأسكبن روحي عليكم وأخلقن فيكم قلبا جديدا فيتنبأ بنوكم وبناتكم. ولقد أنفذ اليوم نبوءاتهم كلها هبوط الروح الذي حل في العلية ففقه البسطاء ووهب القوة للساذجين وعلمهم ألسنة الشعوب كافة. بارك يا سيد، ارحمنا اللهم وعددنا. نحمدك ونشكرك يا روح القدوس المحيي، فقد انحدرت في مثل هذا اليوم على الرسل المجتمعين في العلية فأحييتهم وعلمتهم أن ينطقوا بالألسنة ويبشروا القلوب بالفرح. أنر يا رب قلوبنا بفيض مراحمك وهب لنا الحكمة فنخافك جميع أيام حياتنا ونبشر إخوتنا باسمك. أنت روح الآب والابن، لك المجد معهما إلى الأبد. Oh,
أحيط بي إكليل من الصديق عندما تكافي. كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. إن كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. أقسمت وسأنجز أن أحفظ أحكام عدلك. إن كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. ورثت شهاداتك إلى الأبد لأنها سرور قلبي. إن كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. المجد للآب والابن والروح القدوس من الآن وإلى الأبد. الشكر عن نعمه الآن اليوم.
ارفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الإله الواحد المعروف بالأقانيم الثلاثة، الآب مبدأ الحياة، والابن المولود منه قبل الدهور، والروح القدس المنبثق منهما، طبيعة واحدة، قوة واحدة، إرادة واحدة، إله واحد مبارك حقيقي، الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. إن رحمتك لنا ومحبتك أيها الآب لموضوع شكرنا واعترافنا الدائم، لا سيما هذا اليوم الذي فيه أفضت وما تزال روحك على أبنائك الذين صنعت على صورتك ومثالك. اليوم قد حل الروح القدس ألسنة نارية على الرسل المنزوين المرتعدين فأضرمهم، وانطلقوا جريئين وثقين يبشرون بموت الرب يسوع وقيامتي. اليوم قد أرسل المعلم روحه، روح الحق الذي شهد له، فأفاض قوته في نفوس التلاميذ وحملوا شهادته إلى أورشليم واليهودية والسامرة إلى أقاصي الأرض. اليوم هبط الروح الناطق بالأنبياء على الرسل في ألسنة من نار فعمدهم، كما هبط على رأس المسيح في الأردن. اليوم طبع الروح القدس الكنيسة باسمي مؤسسها، وقد بناها من جميع الشعوب على اختلافهم كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. والآن نضرع إليك على عطر البخور أيها الروح القدس، روح القوة والمعرفة والمخافة، روح الحكمة والعلم والفهم، روح الرأفة والمحبة الصادقة، قدس نفوسنا وأجسادنا فنكون لك هياكل بهية لا عيب فيها. اشفنا منا وأضرمنا بنارك فنحب بعضنا بعضا كما أحبنا ربنا يسوع المسيح. رسخ في عقولنا الإيمان الرسولي الصحيح، وطد في قلوبنا الرجاء، واسكب العزاء فنحيا لك ونحن في العالم. هب لنا الحياة الحقة في الدنيا والآخرة فنمجدك بأعمالنا ونسبحك مع البتول أم الله وجميع القديسين، أنت والآب والابن إلى الأبد. آمين. كامل الروح ملأ
مقدس القديسين ومفقه البسطاء، وقد حللت على الرسل ومنحتهم قوة الشهادة، اقبل وقدس عطرنا الذي قدمناه لك، وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك بلا خوف ولا لوم، فتكون فينا ونحمل اسمك ونبشر بخلاصك، فيؤمن العالم بك ويحيا ويمجد الثالوث الأقدس إلى الأبد. آمين. قراءة أولى من سفر الخروج. وبارك يا سيد. قال الرب لموسى: امضي إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، فإنه في اليوم الثالث يهبط الرب أمام جميع الشعب على جبل سيناء. واجعل حدا للشعب من حواليه وقل لهم: احذروا من أن تصعدوا الجبل أو تمسوا طرفه، فإن كل من مس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى بالسهام، بهيمة كان أو إنسانا لا يبقى عليه. وإذا نفخ في البوق جاز لهم أن يصعدوا. فنزل موسى من الجبل إلى الشعب وقدسهم وغسلوا ثيابهم، وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث. وحدث في اليوم الثالث عند الصباح أنها كانت أصوات وبروق وغمام كثيف على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد جميع الشعب الذين في المحلة. فأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله، فوقفوا أسفل الجبل وطور سيناء مدخن كله، لأن الرب هبط عليه بالنار، فسطع دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا، وكان صوت البوق آخذا في الاشتداد جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بالصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ونادى الرب موسى إلى رأس الجبل فصعد.
قراءة ثانية من سفر الملوك الثالث وبارك يا سيد. دخل إلي المغارة هناك وبات فيها، فإذا بكلام الرب إليه يقول: ما بالك هاهنا يا إلي؟ فقال: إني غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد نبذوا عهدك وقودوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وقد طلبوا نفسي ليأخذوها. فقال: أخرج وقف على الجبل أمام الرب، فإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة تصدع الجبال وتحطم الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت نسيم لطيف. فلما سمع إيليا ستر وجهه بردائه وخرج ووقف بمدخل المغارة. قراءة ثالثة من نبوءة يوئيل وبارك يا سيد. أنتم يا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، فإنه قد أعطاكم مشترع العدل وأنزل لكم المطر الوسمية والولية في أول أوانه، فستمتلئ البيادر برًا وتفيض المعاصر سلافًا وزيتًا، وأرد لكم السنين التي أكلها الجراد والجندب والدب والزحاف جيش العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلاً وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم العجائب ولا يخزى شعبي إلى الأبد، فتعلمون أني في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي إلى الأبد. وسيكون بعد هذه أني أفيض روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أفيض روحي في تلك الأيام، وأجعل عجائب في السماء وعلى الأرض دما ونارا وأعمدة دخان، فتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الهائل، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص، لأنها في جبل صهيون وفي أورشليم تكون النجاة كما قال الرب، وفي الباقين الذين يدعوهم الرب. فصل من أخبار آبائنا الرسل الأطهار وبارك يا سيد. لما حل يوم الخمسين كانوا كلهم معا في مكان واحد، فحدث بغتة صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف، وملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، فاستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم من الروح القدس، وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما آتاهم الروح أن ينطقوا. وكان في أورشليم رجال من اليهود أتقياء من كل أمة تحت السماء، فلما كان ذلك الصوت اجتمع الجمهور فتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم ينطقون بلغته، فدهشوا وتعجبوا قائلين: أليس هؤلاء المتكلمون كلهم جليليين؟ فكيف يسمع كل منا لغته التي ولد فيها؟ نحن الفرتيين والماديين والعيلميين وسكان ما بين النهرين واليهودية وكبادوكيا وبنطس وآسيا وفريجيا وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا عند القيروان، والغرباء من روميا واليهود والدخلاء والكريتيين والعرب، نسمعهم ينطقون بألسنتنا بعظائم الله. وكانوا كلهم مندهشين متحيرين، يقول بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وآخرون يستهزئون ويقولون: إنهم قد امتلأوا سلافة. فقام بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وخاطبهم قائلا:
أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا لأقوالي، فإن هؤلاء ليسوا بسكارى كما ظننتم، إذ هي الساعة الثالثة من النهار، لكن هذا هو المقول على لسان يوئيل النبي، وسيكون في الأيام الأخيرة يقول الله: أني أفيض من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبانكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيد أيضا، وإيمائي أفيض من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأجعل عجائب في السماء من فوق، وآيات في الأرض من أسفل، دما ونارا وأعمدة دخان، فتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الشهير، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقرأ في مساء هذا العيد الفارح أمام أبينا الكاهن وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس الذي بشر في أربعة أقطار العالم، فلتكن صلاته سورا لهذا الدير ولسكانه المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، أسألكم أن لا تفشلوا في مضايقي من أجلكم التي هي مجدكم. لهذا السبب أجثو على ركبتي لأبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل أبوة في السماوات وعلى الأرض، ليعطيكم على حسب غنى مجده أن تتأيدوا في القوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، حتى إذا تأصلتم في المحبة وتأسستم عليها تستطيعون أن تدركوا مع جميع القديسين ما العرض والطول والعلو والعمق، وأن تعرفوا محبة المسيح التي تفوق المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. والقادر أن يصنع كل شيء بحيث يفوق جدا ما نسأله أو نتصوره على حسب القوة التي تعمل فينا، المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، آمين. والتسبيح لله دائما وبارك يا سيد. في تلك الأيام، فيتنبأ بنوكم وبناتكم. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. إليكم كيف روى يوحنا الإنجيلي وعد الرب يسوع لتلاميذه بالروح القدس: متى جاء الروح المعزي
يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة. أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى الآب ولا تروني بعد، وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. وإن عندي كثيرا أقوله لكم، ولكنكم لا تطيقون حمله الآن، ولكن متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي. هو يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. جميع مال الآب فهو لي، من أجل هذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويخبركم حقا، والأمان لجميعكم. فلنشكر الثالوث الأقدس والممجد ولنسجد له ونسبحه الآب والابن والروح القدس، أمين. كيرييليسون كيرييليسون كيرييليسون.
قديشات له قديشات حيلتون قديشات له اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات له بيوتو اترحم علي قديشات له قديشات حيلتون قديشات له بيوتو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والنجد إلى أبد الآبدين آمين. مبارك أنت أيها الآب أبو ربنا يسوع المسيح، يا من جعلت لنا به كل بركة روحية في السماويات، ودعوتنا إلى سماع كلمتك ينبوع خلاصنا وحياتنا، ووهبتنا روحك القدوس يحرك شوقنا إليك بأنات لا توصف، فاقبل صلاتنا وهب لنا أن نسير أمامك بروح المحبة والسلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين.